الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند اتهام الصوفي لابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بنفس عقيدتهم في الأقطاب والأغواث والأوتاد والنجباء. وورد كلام لابن تيمية كما في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 379 الرابع، في هذه الرسالة قلنا المنسوبة لابن تيمية اللي هي بعنوان تفضيل صالح البشر على الملائكة، ورد في هذه الرسالة مناقشة، ابن تيمية بناقش في حجة لهم لمن يفضل الملائكة على البشر، وهذه الرسالة زي ما قلنا طعن بعض أهل العلم في نسبتها لابن تيمية، وهذا الطعن مبني على حجة، يعني عشان ما يجي واحد من الصوفية يقول برضو الكلام المنسوب لشيخنا فلان برضو إحنا بنشكك في نسبته. إذا كان التشكيك ده مبني على حجة، أنت بتقدر تثبت لنا من كلام شيخك إنه برد على الكلام ده وبيبتلوا، معلش، لكن مجرد الادعاء لا يقبل. ففي قرائن من فتاوى ابن تيمية ومن كلامه تبين أن هذا الكلام المنسوب لابن تيمية ليس له، وحنجي إن شاء الله نوري هذه أو نوضح هذه القرائن. طيب، قال: وقد قالوا أن علماء الآدميين مع وجود المنافي والمضاد أحسن وأفضل، ثم هم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وأما المنفع المتعدي والنفع للخلق وتدبير العالم فقد قالوا هم تجري، يعني الملائكة تجري أرزاق العباد على أيديهم، وينزلون بالعلوم والوحي، ويحفظون ويمسكون، وغير ذلك من أفعال الملائكة. طيب، قال: والجواب أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه، ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع والمشفع في المذنبين وشفاعته في البشر كي يحاسبوا، وشفاعته في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، ثم بعد ذلك تقع شفاعة الملائكة. وأين هم من قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وأين هم عن الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين الحق، ومن سن سنة حسنة؟ وأين هم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يشفع في أكثر من 70 ربيعة ومضر؟ وأين هم من الأقطاب والأوتاد والأغواث والأبدال والنجباء؟ دي الفقرة كده انتهت. يقول هذا الكلام لابن تيمية، فنقول الجواب من وجهين: الوجه الأول إثبات من كلام ابن تيمية ما يرد على هذا الكلام،
ثانياً إثبات أن هذا الكلام منسوب لابن تيمية، ولا يمكن أن يتناقض ابن تيمية هذا التناقض العجيب. أولاً قال: فقد قالوا هم تجري أرزاق العباد على أيديهم، يعني الملائكة. فجاء في الجواب قال: إن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه. هل صالح البشر لهم أن أرزاق العباد تجري على أيديهم؟ هل يثبت ابن تيمية هذه العقيدة؟ هل تثبت بدليل من الكتاب والسنة؟ ما بتثبت، بل من كلام ابن تيمية ومن فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يرد على هذا الباطل، كمسألة أولى في المجلد 11 من الفتاوى الصفحة 442. طيب، يقول شيخ الإسلام: فالغرض أن هذه الأسماء لما ذكر اسم الغوث والأغطاب والأبدال، قال: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب، وهو معدوم العين والأثر، شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو 440 سنة. وكذلك من فسر 40 الأبدال بأن الناس ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل. شوف ابن تيمية يرد على نقطة شنو؟ إنه ينصرون بهم ويرزقون بهم، فكيف هنا يقول هذا باطل ويجي هناك يقول إنه صالح البشر عندهم مثل ذلك وأكثر منه؟ هذا لو ثبت أن هذا الكلام لابن تيمية فالتعامل معه كالآتي: أننا نأخذ، إذا كان عنده فتوتين في مسألة واحدة، نأخذ بما وافق الدليل، هكذا العلماء يقول، نأخذ بما وافق الدليل ونعتبر الفتوى الأخرى إما نسبت لابن تيمية زورا كما هو الذي يترجح والله أعلم، أو أن هذا باطل لو صدر من ابن تيمية أو من غيره. فعندنا هنا من كلام ابن تيمية ما يبطل ذاك الكلام، دي أولى. طيب الثانية يقول: وأين هم من الأقطاب والأوتاد والأغواث والأبدال والنجباء؟ بمعنى إنه الأقطاب والأبدال والنجباء والأغواث ذيل ناس عندهم درجة عالية ومرتبة تميزوا بها حتى على الملائكة. طيب، فتاوى ابن تيمية المجلد 11 الصفحة 437 437. يقول ابن تيمية: مش هنا أورد لفظ الغوث باعتبار لفظ الغوث شنو؟ درجة عالية تفضل على الملائكة. يقول هنا: فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله. معقول يا أخواننا هناك إثبت الغوث ويجي هنا يقول إنه لفظ الغوث لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى؟ هذا مما يدل على أن تلك الرسالة المنسوبة لابن تيمية
منسوبة بالباطل. قال: فلا يستحقه إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 300، يعني من النجباء، والثلاثمائة إلى 70 من الأقطاب، والسبعون إلى 40 من الأوتاد لعله، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4 أوتاد الأرض، زي ما قال البرعي في الجبل الأربعة. قال: والأربعة إلى الغوث. قال: فهو كاذب ضال مشرك. معقول هنا يقول كاذب وضال ومشرك، وهناك يفضل هذا على الملائكة؟ هل لو يستقيم؟ هذا مما يبرهن أن هذه الرسالة المنسوبة لابن تيمية منسوبة إليه بالباطل. كده وضحت النقطة دي؟ طيب، كده نكون انتهينا من مسألة الأغواس والأقطاب والنجباء والأبدال وغيرها. طيب، السائل بيقول: قد يرد اعتراض إذا كانت الرسالة المذكورة عند المتصوفة مكذوبة على شيخ الإسلام، فلماذا أوردها النساخ في الفتاوى، وفي الفتاوى ما يرد عليها ويبطلها؟ ده في النهاية نحن بالنسبة لنا ما يمثل اعتراض كبير، لأنه سواء وردت في الفتاوى ووهم فيها بعض النساخ أو تعمدها بعض النساخ، في النهاية هي موجودة في الفتاوى ومنسوبة لابن تيمية، ونحن يلزمنا موقف منها. وما يترجى عندنا هذه الرسالة منسوبة لابن تيمية، وفتاواه والمسائل المحررة عنده بتردها وبتبطلها. بعد ده لو قالها ابن تيمية ورينا توجيه الكلام، ولو نسبت لابن تيمية زورا وبهتانا فيبقى الأمر واضح. فعلى كلا الحالين لا يجوز لأحد أن يطعن في ابن تيمية بهذه المسألة أبدا، ما دام وجد من كلامه ما يرد عليه وما يبطله، فغاية ما فيها يقال إنه أفتى في مسألتين بفتوتين متناقضتين، فنأخذ ما عليه الدليل ونطرح الفتوى الأخرى، ده غاية ما في الكلام. لكن اللي بيظهر والله أعلم أن هذا مما نسب لابن تيمية. وإخواننا إذا كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر دست فيه ما دست من الأحاديث الموضوعة ومن الكلام الباطل، فكيف بابن تيمية؟ فما سلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدس ومن الزيادة ومن التحريف. فكذلك الآثار كثيرة، حتى ابن تيمية ذكر في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة إنه مما نسب للشافعي عليه رحمة الله أنه كان يأتي إلى قبر أبي حنيفة ويستغيث به. قال الإمام ابن تيمية: قال وهذا باطل وكذب على الشافعي. والغريب أنا لقيت واحد من الشباب، ما هم ناس مواهيم، وده عامل فاسلفي من الجماعة اللي في مع أبو أمنا بتاع بحري ده، من جماعته ديل، جه قال لي: يا أخي طيب كيف هسا الجماعة الصوفية ديل بيجيبوا لنا يقولوا الشافعي بيستغاث بغبرة بحنيفة، طيب احنا هسا نرد على الكلام ده كيف؟ وجايب انت تقعد مع أبو عمران عشان ترد عليه؟ ما بترد على كلام زي ده، لأنه ده ما بيعرف لك رد ولا بوريك وما قرا ذاته. هسا كان جبت الشوف هذه ذاته لو هو بيسوق وبيشوف هذه وبيسوق وتودي طوال الزريبة بتاعت برع ولا كباشي، لأنه ما يقدر يجاوب. يقول شنو يعني؟ يا تقول الشافعي مشرك، ها؟ كويس؟ يا كمان
طب تنادي انت الغبر بس واحد من الاثنين ما بيقدر. ده كذب على الشافعي يا اخي كذب. ابن تيميه بين في موضعين ان هذا كذب على الشافعي. لو جاء قال لك وناي وهذا يدعو وقبر معروف الكرخي والترياق المجرب، لا مجرب ولا مجرب بتاع شنو، ده كله كذب على الائمه. ابن تيميه قال هذا لم يعرف عن امام من الائمه الاربعه ولا احد من اهل القرون المفضله ولا ذل، ولا ينبهك مثل خبير. ابن تيميه اذا حكى لك مساله زي دي فهو المطلع على كتب السلف. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. هذا من سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. المقولة نقلها الألباني في مقدمة كتاب الوابل أو الكلمة الطيب من مؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب انتهينا من ناموس، نمشي البعدية. يقول ودي أنا ما سمعتها مباشر من محمد المنتصر. أيوة اي نعم، الكلام ده كله احنا يا اخواننا من باب تبرئة ساحة ابن تيمية، والا الحق في المسألة واضح. يعني نحن كل دورتنا دي ما دلنا اصل للمسائل، يعني تأصيل المسائل، لان المسائل دي معروفة، مسائل معروفة، ما في غوص بغيس الناس الا المولى سبحانه وتعالى هو الذي يستغاث به. صدد تأصيل المسألة، احنا بصدد الدفاع عن ابن تيمية فيما نسب اليه فقط. طيب مسألة أخرى ودي ما سمعتها من محمد المنتصر لكن جاوبها الصوفية برضو. يقول ابن تيمية يثبت أن الله نور، أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، الله نور دي ما حق، لكن كلام عن إنه النبي صلى الله عليه وسلم نور. طيب ماذا يعنوا بنور؟ هم يقصدوا به شنو؟ أنه خلق من نور لا كبقية البشر في خلقه. يقولوا هو نور، يعني نور بولع كده كويس. وهذا الكلام باطل، ونقلوه عن ابن تيمية في المجلد 13 من الفتاوى، مجلد 13 الصفحة 237 237 طيب لا مش 37، في الصفحة 10 صفحة 10 يقول: وكذلك قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل، لاحظ، قيل النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل هو الإسلام، ده كلام ابن تيمية. قيل النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل هو الإسلام. طيب انا لما اقول لك قيل ده معناه كلامه ولا ده ما كلامه؟ يلا ركز معي، ده ما كلامه، ده مما ذكر عند المفسرين. وقيل هو الاسلام. طيب لعله اشار الى ما جاء في تفسير الطبري، نشوف ذاته معنى النور شنو. تفسير الطبري، تفسير سورة المائدة الآية 15. أنت دائما في كتب التفسير الإحالة تكون بالآيات لأن المجلدات تختلف، يعني لو داير إحالة في تفسير بالآية، وإحالة في كتب الحديث برقم الحديث ما برقم الصفحة، رقم الحديث، لأن الطبعات تختلف. طيب
قد جاءكم من الله نور وكتاب من الله نور وكتاب مبين، الآية سورة المائدة. قال ابن جرير الطبري: من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق. كلام ده فيه مشكلة؟ فهو نور لمن استنار به يبين له شنو؟ الحق. ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. إذا النور باعتبار شنو؟ باعتبار أنه يبين. عشان كده تمامة الآيات: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات يعتدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء نور لمبة كده منور لنا نشوف الظلام وين والنور وين، يعني كده. هل ربنا أرسله يضوي لنا؟ يعني هذه الإنارة الدنيوية ليست هي من الحكم في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النور ده ممكن يعمل لك كافر ما بيعرف الله ذاته، صيني ولا أمريكي ولا غيره، بيسوي لك نور زي ده تشوف فيه وتخش بالمخزن وتخش بالوين وتعاين له، ما ده نور بتاع دنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور، أي هداية وبيان للحق، ده الموجود في كتب أهل العلم وكتب أهل السنة. أما الصوفية يقول لك نور، يعني وكمان بيجيبوا لك حديث ملفق ساي، ولك صحابة اثنين اختلفوا وقالوا نور ولا ما نور، وقاموا جابوا خيط قالوا نعارض له خيط في الشارع، لو قطع الخيط يبقى ما نور، ولو ما قطع الخيط يبقى نور، قالوا جابوا خيط يا لا في خيط لا في، ما في كلام، يقولوا كلام ملفق سايدة. جاء في البخاري من حديث أنس أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج يعني شنو؟ الشج الضرب في الرأس، ضرب في رأسه في نور كذا، أضرب لين النور أستجيب نور، هذا النور ده ما يش اللمبة دي، لا النور ده النور فوق ده كذا، يجيب سيف أضربه، تضرب نور كيف؟ ديرك ما قالوا عرضوا له خيط ومشى في الخيط ما عمل أي حاجة. طيب الشجو يوم أحد ديرك شجو كيف؟ شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في جبهته وكسرت رباعيته السن الرابعة دي، كويس؟ كيف ده طيب؟ ده كله من الجهل والحماقة، وده ما فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، كونك تقول لي هو نور ده ما ثناء عليه أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن أنه من جنس البشر في خلقته: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فكونهم دارين يوصلوا لدرجة الملائكة، مش كده؟ ما نور ده للملائكة، خلقت الملائكة من نور حديث عائشة، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من التراب، يعني هم دارين يوصلوا لدرجة الملائكة. هل هذا ثناء ولا مطعن؟ ده كده ما ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الثناء عليه أنه بشر وربنا أرسل من البشر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ده لو قلت هو ما بشر ده مطعن في رسالته عليه الصلاة والسلام، هذا مطعن في الرسالة، لكن هو بشر وربنا أرسل للبشر، ومطعن في الرسالة من ياتو ناحية، من ناحية إنك أنت كذبت القرآن، لأنه في القرآن ربنا قال بشر. طيب تمام جدا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والعطف يدل على المغايرة، يعني فآمنوا بالله معروف،
ورسوله. والنور، النور ده شنو؟ إذا كان هو الرسول طيب عطف النور على الرسول ليه؟ والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير. صحيح صحيح، كانت بتفتش في البيت، غرفتها ضيقة صغيرة، غرفة السيدة عائشة، بتفتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقت بتتحسس، فوجدته ساجد تتحسس. طيب لو كان نور تتحسس كيف؟ ما كان حشوفه طوال. ده كله من الجهالة والحماقة. طيب يقول أيضا ابن تيمية يثبت العلم الباطن، العلم الباطن. طيب ماذا يعني الصوفية بالعلم الباطن؟ الباطن شنو يعني؟ علم اللدني أو العلم الباطن أو الحقيقة والشريعة، يعني به نوع من العلوم يخالف الظاهر، علم يخالف شنو؟ الظاهر. يعني يقول لك في الظاهر خمرة وفي الباطن ما خمرة، موية ساي زرقاء، كويس؟ يقول لك هذا في الظاهر حرام وفي الباطن حلال، في الظاهر كفر وفي الباطن ما كفر. يعني عندهم علم الباطن هو علم يخالف العلم الظاهر، وعلم اختص بهم براهم، علوم اختص بها. ودليل على المسألة دي شنو؟ قصة منو؟ الخضر وموسى، وهم بيقولوا ما دام جاز للخضر أن يخالف موسى عليه السلام يجوز للأولياء أن يخالفوا شريعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نجي نشوف الرد على الكلام ده والشبهة أصلا. الشبهة جاوها من الفتاوى المجلد 13 الصفحة 237. الفتاوى مجلد 13 يقول، بس باترين الكلام كده بس قاطعينه حتى. يقول ابن تيمية، يقول لكن فيهم من هو كالزيدية، بيتكلم عن قال وعامة الصوفية والمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا يكفرونهم، لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون عليا على أبي بكر، وفيهم من يفضل عليا في العلم الباطن كطريقة الحرب وأمثاله، ويدعون أن عليا كان أعلم بالباطن وأن هذا العلم أفضل من جهته، وأبو بكر كان أعلم بالظاهر، وهؤلاء عكس محققي الصوفية وأئمتهم، فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق بالباطن بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبو بكر الصديق أعلم الأمة بالباطن والظاهر، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. انتهت الفقرة. يجيب لك الكلام ده يقول لك شوف ابن تيمية هنا قال في علم باطن وفي علم ظاهر، ولما في ناس قالوا علي أعلم رضي الله عنه من أبي بكر الصديق في العلم الباطن، أثبت ابن تيمية إن أبو بكر الصديق هو الأعلم شنو؟ في الظاهر والباطن. أيوة. طيب بيفتر لك الكلام من هنا، يلا نرجع من الأول نشوف ابن تيمية ذاته رأيه في العلم الباطن والظاهر ده شنو، ومفهوم الباطن والظاهر شنو. ترجع منا الصفحة 233 نفس المجلد، قال وأما والعلم بأحوال القلوب، شوف الباطن ابن تيمية يعني بشي، كالعلم باعتقادات الصحيحة والفاسدة والإرادات الصحيحة والفاسدة، والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له وخشيته والتوكل عليه والرجاء له والحب فيه والبغض فيه والرضا بحكمه والإنابة إليه، والعلم بما يحمد ويذم من أخلاق النفوس كالسخاء والحياء والتواضع والكبر والعجب والفخر والخيلاء وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه.
الأشياء المتعلقة بشنو؟ بالقلوب ونحوه. قد يقال له علم الباطن، أي علم بالأمر الباطن، فالمعلوم هو الباطن، وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام السلف وأتباعهم، بل غالب آي القرآن وهو من هذا العلم، فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين إلى آخره. إذن وضح لنا شنو من الكلام ده، إن العلم الباطن والظاهر اللي بيقصده ابن تيمية ياتو، أي العلم بأمور الباطن، أي بمسائل القلوب كالرغبة والخشية والإنابة والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، هذه أعمال قلوب أعمال باطنة صحيح ما في مشكلة، وأعمال الجوارح أعمال ظاهرة ككيفية الصلاة أعمال ظاهرة، تلاوة القرآن ضمن الأعمال الظاهرة وغيره. طيب الصفحة 235 بعديها طوالي، قال: وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعين، أحدهما باطن يخالف العلم الظاهر، وده بتاع منه؟ ده بتاع الصوفية، تعال شوف رأي ابن تيمية فيه، قال: باطن يخالف العلم الظاهر والثاني لا يخالفه، فأما الأول فباطل، فمن ادعى علما باطنا أو علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا، إما ملحدا زنديقا وإما جاهلا ضالا. ده العلم الباطل بتاعكم؟ قول لهم ده هو العلم الباطل بتاعكم، تدعي علم باطن بخالف الظاهر الشريعة، إما جاهل ضال أو ملحد زنديق. طيب قال: فأما الأول، يعني بأول الظاهر بخالف الباطن، فمن ادعى علما باطنا أو علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا، إما ملحدا زنديقا وإما جاهلا ضالا. وبعد ذلك ذكر كلام طويل، وجاء في النهاية جاب الكلام في علي رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله عنه، فتبين إنه المقارنة اللي عقدها ابن تيمية أو اللي رد عليها أصلا كانت في علم الظاهر والباطن بالمعنى الصحيح اللي بيقصد ابن تيمية في أول الكلام. انتهى البعدية. فاضل لنا زي ثلاثة مسائل كبيرة، شو واحدة دي أكبر، ما أظن يوم الليلة دي قضينا، ما عارف نعمل كيف، نشتغل بكرة ولا كيف، ولا نواصل بعد العشاء. طيب كده بسم الله نبدأ نشوف. كرامات الأولياء عند ابن تيمية، أنا عندي فاني قاب تانية، ما هو في كلام ابن تيمية ماسكنه عليه، أنا بس بتكلم في نقاط مش تعريف مسألة الكرامة ذاتها وكذا، لا الكلام الماخذينه على ابن تيمية. طيب في المجلد 11، المجلد ده كله عن التصوف، صفحة من 311، أيوة تلتمية وحيد عشر. هذه أول مسألة يا إخواننا ينتبه لها الإنسان في ما يتعلق بقول ابن تيمية في الكرامات. قال بعد ما عرف الكرامة والمعجزة، قال: وجماعها الأمر الخارق للعادة. وفي فرق بين المعجزات وبين الكرامات للأولياء، في فرق، ده بكون شيخ شهاب يتكلم عنه. قال: فنقول صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة، يعني في المعجزة والكرامة، انتبه للنقطة دي شديد، في المعجزة والكرامة هي ما خوارق عادة. قال: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة،
العلم والقدرة والغنى. العلم والقدرة والغنى. وإن شئت أن تقول العلم والقدرة، والقدرة إما على الفعل وهو التأثير. ابن تيمية لما يقول لك التأثير مقصود بشنو؟ القدرة. التعريفات دي انتبه ليها. قال وإما على الترك وهو الغنى. والأول أجود، وهذه الثلاثة، لاحظ العلم والقدرة والغنى، أي كرامة ولا معجزة ما بتطلع من الثلاثة دي. قال وهذه الثلاثة لا تصح على وجه الكمال إلا لله وحده. حتى المعجزات، لأنه في ناس بتخيل أنه المعجزة دي أنه النبي بيعطى كمال الصفة، الصفة كاملة. يعني إذا كانت مثلا في علم الغيب وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، مش من علم الغيب؟ عيسى بن مريم أعطي شيئا من علم الغيب. في ناس بيعتقدوا أنه أوتي علم الغيب كاملا، تمام؟ أو من باب القدرة على التأثير، كقوله تعالى في مريم وهزي إليك بجذع النخل. يا أخواننا جذع النخل ده الساق بتاع النخلة تحي، عشان تعرف الكرامة وين. إنها تهز ساق النخلة كده تحي، هل ده ممكن ينزل الثمر من فوق؟ النخل ده الناس بيطلعوا له فوق عشان تنزلوا، مشكلة ذاته البلح ده من فوق. لكن من باب المعجزة وهزي إليك بجذع النخل، تضرب ساق النخلة تحت تساقط عليك رطبا جنيا. وهي عند الوضوء يعني، شوف. عشان كده دي القدرة على التأثير، وهناك علم الغيب كويس، والعلم والغنى يعني إنسان يستغني ويكون مالك كل شيء. الأمور الثلاثة دي حتى للأنبياء ما أعطي نبي الكمال في ذلك، إنما الكمال لله. طيب الدليل شنو؟ قال وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة. مش جي صفات الكمال، ربنا أمره يتبرأ من الثلاثة دين، إنه الكمال ما عنده. الرسول ده مش هو سيد الأولي والأنبياء؟ الله أمره يتبرأ من الكمال في الثلاثة دي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ده شنو؟ ده الغنى. ولا أعلم الغيب، ده شنو؟ علم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، دي القدرة على التأثير. الثلاثة دي على وجه الكمال لا نبي ولا ولي. يعني الليلة لما يجي صوفي يقول لك وأعلم علم الله أحصي حروفه، ده المرتبة المشالة دي في نبي وصله؟ دي نبي ما وصله. لو جيت قلت لي دي من كرامات الأولياء أقول لك دي ولا من معجزات الأنبياء ذاته، فهمتوا؟ ولا معجزة نبي، لأن ربنا أمر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء إنه يتبرأ من الثلاثة دي. قال وكذلك قال نوح عليه السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ذلك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الآية في سورة هود من كلام منو؟ نوح عليه السلام. وفي سورة الأنعام من كلام منو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواننا، لو جاء زول قال لك نحن عندنا علم الغيب ولنا ده بيعلم الغيب، قل له دي نبي ما عنده ولا معجزة نبي ما بتبقى، خلي تبقى كرامة لولي. البرع يقول قومك نزاول الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاير منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. نبي زي ده ما في، ورايك شنو؟ نبي ما في. طيب دي أول مسألة.
طيب قال فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب ولا يملك خزائن الله ولا هو ملك غني عن الأكل والمال، إن هو إلا متبع لما أوحي إليه، واتباع ما أوحي إليه هو الدين، وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر، إنما ينال من ذلك من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى. يعني ده في حق النبي. قال فمن كان من الخوارق من باب العلم فتار بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. ودل بيجي بقول لك الصوفية، حامد الصوفي ذاك يجي يقول لك، يقرأ لك الكلام ده بتاع ابن تيمية، يقول لك الأولياء يسمع ما لا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما، وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما، أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة، ويسمى كشفا ومشاهدة ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع مخاطبة، يعني لما نقول لك مخاطبة مقصود باشنو؟ إنه زول يسمع حاجة ما سمع غيره. والرؤية مشاهدة، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه. كلام ابن تيمية ده، شوف في مواضع كثيرة بتجي تبين وتوضح لك الكلام ده. طيب يا أخواننا، من باب العبارة اللي بيسموها هنا، فالسماع مخاطبة، هل وقعت كرامة في الباب ده ولا ما وقعت؟ في صدر الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل الجبل، وصوفية ولا واحد ولا بيفهم، يقول لك سارية الجبل، وينو سارية الجبل؟ تعال اسمها سارية الجبل، ما فيش اسمه سارية الجبل، سارية ده زول، والجبل ده مخلوق، ما في سارية بتاع جبل. هو أصلا نداء يا سارية ده منادى مفرد بيكون مرفوع، يا سارية الجبل الجبل، والجبل منصوب والعامل بتاعه محذوف تقديره إلزم، يعني يا سارية إلزم الجبل الجبل، ده معنى. ولا فاهم تقول لك سارية الجبل بس، لا فاهم ده لا ده، يقول لك سارية الجبل الأولى بيعلم الغيب بس، ولا شيء ثاني، يعني يضيع الدين بجملتين ثلاثة كلمات، يا سارية الجبل بس خلاص. فدي أخواننا من الكرامات، ويؤمن بها أهل السنة. أنت قال أهل السنة منكروا ده؟ يؤمنوا بها أهل السنة، إن الإنسان قد يكرم بأن يسمع ما لا يسمع غيره، يسمع من بعيد ممكن بتحصل. طيب ها تاني، قال والعلم بأن يعلم ما لا يعلم غيره، يعني إنسان ربنا يفتح عليه بعلوم، يفتح عليك بعلم، مثلا الناس بيحفظوا في اليوم من القرآن زول بيحفظ له صفحة واحدة، انت الله يفتح عليك تحفظ 15 صفحة، ده فتح زايد ربنا أكرمك به. من العلوم قد يفتح عليك انت من العلم بيشي في النوم، رؤية في النوم، أحيانا تكون في مسألة عاملة لك زوبعة ما لاقيها كله تشوف رؤية في النوم، إنه المسألة الفلانية جوابها في الكتاب الفلاني، تمش ترجع لا تلقاه، ربنا قد يكرمك بها. يدي الإنسان بسطة في العلم بدعاء بكذا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عمى في حياته عمره 10 سنوات، طفل صغير عمره 10 سنوات عمى، أمه قامت تدعو بالليل، صبح الصباح شفي من العمى، بقى بشوف ربنا أكرم. هذه لا ينكرها أهل السنة، ممكن ربنا يلهمك بشيء في قلبك كويس، الله يلهمك بنوع من العلوم الغائبة، لا ينكر هذا أهل السنة أبدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبت عنه إنه أخبر عائشة رضي الله عنها بأن ستولد لها أخت، ثابت القصة دي، ذكر الشيخ ابن عثيمين قاعد الدين الواسطية. هل هذا من علم الغيب؟ ده ما من علم الغيب، وهذه
من العلوم التي قد يكرم الله سبحانه وتعالى بها العبد، ولا إشكال في ذلك، ولا يدعي علم الغيب ولا يدعي علم الغيب. طيب يلا حيبقى الصوفية دار يصلوا لشنو؟ دار يصلوا لأنه المكاشفات والمواجيد وغيرها من العلوم بتاعتهم دي هي علوم يستغنوا بها عن الكتاب والسنة، يستغنوا عن الكتاب والسنة، وإن علومهم دي يأخذوا بها دينهم مباشرة وما يحتاجوا للرجوع للكتاب والسنة. يعني تسأل يقول لك رأينا في المنام، شيخنا رأى في المنام، جاب لنا ذكر كذا كذا كذا، جاب احتفال بمولد بغيره كذا كذا، رأوا في المنام دي، هل قال ابن تيمية؟ نجي نشوف الكلام ده ابن تيمية قال ولا لا. طيب في الصفحة 214 كلام برضو ماخذينه على ابن تيمية، نرجع نقرأه في الأول 214 في نفس المجلد. من 213 طبعا هم بيفتروا لك كده من حتة عجيبة. قال وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء. أنا ما أعرف يملأ إبريق بذاته كيف يملأ إبريق من الهواء. طيب أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، يخبر الناس بما سرق أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو بحال غائب أو مريض ونحو ذلك من الأمور. بيجي فلق عند الحتة دي هنا، يعني بقول لك تعال شوف انتوا بتنكروا علينا الحاجات دي، ويهود ابن تيمية يا شيخ أثبت الأشياء دي كلها، إنه الأولياء يطيروا في الهواء ويتكلموا بالغيب ويملوا إبريق من الهواء وكده كله. طيب ابن تيمية بعدها طوالي قال وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله. مرة واحد في مناقشة أو شبه مناظرة قام قرأ لي الكلام وسكت عند النقطة دي، أول ما جيت قريته بس قريت لي الجملة البعدية دي بقى بيتلفت، لا 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 ده ما هو الكلام، في كلام تاني، قلت له خلاص فكش. طيب هذا الكلام بعد ما انتهى منه ابن تيمية قال وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على وجه الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. طيب نجي نتابع كلامه ده نقطة نقطة، شوف المسائل اللي ذكرها ابن تيمية دي، قد واحد صوفي يعمل لك بالخبطة، لكن نرجع نشوف المكاشفة، ما هو مفهوم المكاشفة عند ابن تيمية؟ ده أول نقطة فيه، قال قد صدر عنه مكاشفة. طيب نشوف نفس المجلد الصفحة 429 429 يقول ابن تيمية فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلها والرأي والرواية،
وليس شيء معصوما على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به. ولهذا كان الصديق المتلقي عن الرسول كل شيء مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر. وكان الصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه حتى يرده إلى الصواب. المهم كلام طويل، خلاصة الكلام إنه مسألة المكاشفة اللي يعنيها ابن تيمية هي نوع من أنواع العلوم. مثلا أنت ظنيت يا أخي المكاشفة دي شنو، أنت تقع في قلبك مسألة معينة، في قلبك مسألة معينة، طيب المسألة دي حق ولا باطل؟ ابن تيمية قال لك يجب رد الجميع أو رد جميع الأمور إلى ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو قلت أنا عندي مكاشفة، طيب مكاشفتك دي شنو؟ يقول لك نعمل احتفال بمولد. طيب هل المكاشفة دي مقبولة عند ابن تيمية؟ ما مقبولة. ليه؟ ترد إلى الكتاب والسنة. إذن كل ما يقال فيها الأشياء دي مكاشفة غيره، ابن تيمية بيستخدم العبارات دي بمعاني في الشرع معلومة لا إشكال فيها. أصلا كونه ترد للكتاب والسنة ما فيها مشكلة. اثنين، معظم الخوارق اللي ذكرها دي في الكتاب جوا ابن تيمية بينسبها للمشعوذين والدجالين، عشان ما تتخيل إنه دي من فعل أولياء الله الصالحين. قال مثل أن يشير إلى شخص فيموت، يأشر على شخص كده يقتل. طيب دي ابن تيمية ذكر من فعل المشعوذين، الصفحة 574 نفس المجلد 574 قال: ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون لذة بلا تمييز. يتكلم على السماع، سماع بتاع المدايح، كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر، حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد، بل بما يقترن بهم من الشياطين، فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال. إذن الأشعر لاق بين ديك شنو؟ يشير إلى شخص فيموت، هذه من الأحوال الشيطانية بيّن في هذا الموضع. طيب قال: أو يطير في الهواء إلى مكة وغيرها. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم طار في الهواء إلى مكة، من الهجرة من مكة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مشى في كم؟ في 13 يوم. 13 يوم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي من مكة للمدينة. طيب بيان الموضع ده برضو بينسب للمشعوذين، أرجع الصفحة 575 قال: وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط، يقال لأحدهم، ده جنس من الأجناس، يقال لأحدهم المصلى، فإنه يصلي المصلي فإنه يصلى النار كما يصلى هؤلاء، وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء، وهم من الزط الذين لا خلاق لهم، والجن تخطف كثيرا من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس وتطير بهم في الهواء. إذن الموضع اللي قالوا به يطير في الهواء مقصود به شنو؟ تطير به الشياطين في الهواء، بيّنوا هنا في الموضع في صفحة 575. طيب ثلاثة، قال: أو يملأ إبريقا من الهواء، الصفحة 635 يقول: فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به،
ومنهم من يصرع الحاضرين وشيطان وشياطينه تصرعهم، وفيهم من يحضر طعاما وإداما ويملأ الإبريق من الهواء والشياطين فعل ذلك. ده كده الموضع الكم؟ ده الرابع. طيب قال أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس. الصفحة 443 443 قال نعم قد تخرق العادة في حق الشخص. يلا بين لك إن النقطة دي فيها جزئين، إنه أحيانا ربنا سبحانه وتعالى قد يكرم أحد عباده إنه ما يرى، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مارك في الهجرة خرج من بين المشركين وكب التراب في راسهم وما رأوا، قد تغرق العادة في الباب ده. لكن قال فيغيب تار عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنه وإما لغير ذلك. قال وإما أنه يكون هكذا طول عمره فباطل، كونه يكون مختفي تماما ده باطل. والمسألة دي فيها قصص طويلة المجال ما بيتسع لها. قال أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء عنده فقضى حاجته. الصفحة 437 437 طيب قال ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 370 أو إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث، قال فهو كاذب ضال مشرك. شما تعتقد إنه كلام ابن تيمية الجبيل إنه زول يستغاث به من دون الله عز وجل هذا من كرامات أولياء الله الصالحين؟ قال لك هذا من فعله المشركين. طيب إلى أن قال فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله. يعني الأشياء دي إذا صدر للإنسان شيء منها فلا يظن أنه ولي لله سبحانه وتعالى بمجرد هذه الأمور، إنما ولاية الله تبارك وتعالى هي بالموافقة، موافقة الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي أفعاله وفي أقواله وتقديراته عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ده حيبقى تاني عندنا موضوع الفراسة وما ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى من أنه يدعي النظر في اللوح المحفوظ وغيره من الأكاذيب، دي إن شاء الله نكملها في وقت آخر، وأحسن نكملها بكرة. مش ما ينفع هذا الإشي، هاي نكملها بكرة إن شاء الله أحسن. خرجت هذا الكم؟ طيب لسه. طيب نقرأ موضع واحد ونجيف نجهز للصلاة. الموضع ده مهم. هاي نعم عم بحجب. ما ثبت. صحيح صحيح كلام عم محجوب بيقول انه حتى اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت لغيره، وده كلام صحيح انه انسان يختفي عن انظار الناس ما ثبت لغيره، وهذا في التاريخ صحيح ما ثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكه في بدر، الملائكه في بدر كانت بتقاتل وما ترى الملائكة. طيب في موضع مهم، جزاك الله خير يا عم محجوب، في موضوع مهم بتعلق ب إنه هم مقصدهم من قضية المكاشفة إنه الإنسان يستغني عن الشريعة، وده الغلط هنا يا أخوان، إنه زول يستغني عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بشريعة من عنده ويكون حاله كحال
زي ما هم بيدعوا كحال الخضر مع موسى عليه السلام. وواضح يا أخواننا الفريق إنه الخضر أولا ما كان موسى عليه السلام مرسل للخضر. الخضر ما من أتباع موسى عشان يكون ملزم بطاعته أصلا. ثانيا الخضر نبي من الأنبياء والعلم اللي جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا ابن تيمية يقول ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة. يلا انتبهوا للنقطة دي مهمة جدا، لأنه زول يقول لك الخضر عليه السلام عمل أشياء مخالفة للشريعة، ونحن الليلة بجوز لنا نعمل أشياء مخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونكون نحن زي الخضر. لا أبدا، ما فعل الخضر ما كان مخالف للشريعة. مش ثلاثة أشياء؟ الأولى شنو؟ خرق السفينة، صحيح؟ طيب يا أخواننا الخضر عنده علم إنه السفينة دي لو سارت وهي سالمة في ملك هناك، الملك ده يأخذ كل سفينة غصبا، ويأخذ بيأخذ ياتو سفينة في قراءة يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. طيب يا أخواننا الخضر قام خرج السفينة قداها، بقت السفينة معيبة، كونه أنت تكون عندك السفينة بتاعتك قاعدة لكن مقدودة، أفضل لك ولا أفضل لك يشيلوها كله كله؟ أفضل تكون قاعدة ومقدودة. يعني أضرب لك مثال بسيط، أنت مثلا عربيتك واقفة بجاي وجاء حرامي ركب في العربية ودار يجري بيها، وفي واحد واقف عرف أنه دي عربيتك، أنت طلع مسدس بتاعه ضرب الليستيك بتاع العربية قداه، الحرامي ما قدر نزل من العربية قام جاري كده، أنت بقت عربيتك شنو؟ قاعدة. ها؟ عربيتك انت قاعده لكن الاستيكه مقدود، افضل لك كده ولا افضل لك خليه يجري بيها؟ انت لما تجي وتلقى الزول ده ضرب عربيتك بمسدس وقداه، انت حتقول له شنو؟ انت لو ما عارفه عمل كده ليه حتشاكله وممكن تفتح فيه بلاغ، لكن لو انت عرفت انه في زول سرق العربيه والزول ده قداها عشان عربيتك تكون قاعده، انت حتقول له جزاك الله خير يا اخي بارك الله فيك، تتكيف جدا. إذا العمل الخضر ده غلط ولا ما غلط؟ ما غلط في الشرع، ما غلط أصلا. الثانية إنه كتل الغلام لأنه الخضر عنده علم الغلام ده لو حي حيتسبب في كفر والديه. طيب يا أخواننا أفضل إنه الغلام يعيش ووالدينه يكفروا بالله، ولا أفضل الغلام يموت ووالدينه يؤمنوا بالله؟ يموت والدينه يؤمنوا بالله، إذن ده في الشريعة ذاته ما حرام. الثالثة كونه بنى الجدار من غير أجر، جدار بنى من غير أجر دي حرام؟ يعني ممكن أنا أجي ساعة تبرعا ألقى لي جدار واقع أبنيه، وهم الناس ذلك في الأول أنا استطعمتهم ما أطعموني، هم بخلوا أنا ده أبقى أفضل منهم ببني الجدار من غير أجر، هل هذا حرام؟ طيب يبقى السؤال ليه موسى عليه السلام أنكر عليه ما دام هو الكلام ده صح ما غلط؟ أنكر عليه لأنه الخضر عنده معلومات عند موسى كانت ما في، بس ده الموضوع كله. عشان كده الخضر قال له إني على علم من الله علمني لا تعلمه أنت، وأنا على علم من الله وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه أنا. أول ما بين له قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أول ما بين له ده كله قال هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بعد ما بين له تاني ما في حاجة، فهمتوا موضوع الخضر كله؟ طيب بس نقرأ كلام ابن تيمية ده ونختم به، مهم جدا في الصفحة 422 من نفس المجلد من الفتاوى. طيب يقول قال أما الوجه الثاني فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقا وإما من بعض الوجوه على النبي زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم
وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. إذن هل بعد ده، أنا داير أنبهك لنقطة، هل بعد ده ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بالمكاشفة والمخاطبة وغيرها من العقائد البخالف فيها الظاهر والباطن بهذه الصورة؟ أبدا ما ينسب لابن تيمية من هذه الوجه أبدا، ولا بكلام قريب من ده، وقد انتفى منه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ده في الجزء 11 الصفحة 422. زمن جاء طيب طيب خلاص، دي شوية بالطول الإجابة عليها، ما دام الزمن انتهى نجيب عليها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى اللهم على نبينا محمد.